حرب في غزة وأخرى داخل تل أبيب، اتهامات وانقسامات وتراشق غير مسبوق. هذا هو حال الداخل الإسرائيلي، فالجميع يلقي باللائمة على الآخر والاتفاق حول الخطوة القادمة بشأن الحرب على غزة. صحيفة تايمز أوف إسرائيل ومعاريف كشفتا أن اجتماع الحكومة الإسرائيلية الموسع والذي تم تخصيصه لمناقشة ميزانية معدلة لعام 2024 شهد تراشقا بالألفاظ وتبادل الإهانات والاتهامات بين وزراء حكومة نتنياهو. استعادة المحتجزين من غزة الملف الأبرز في انفجار الخلاف داخل اجتماع الحكومة ومن قبل في اجتماع مجلس الحرب. فرئيس الوزراء نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت يصران على أن الضغط العسكري على الفصائل وحده هو الذي يمكن أن يؤدي إلى صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين، بينما يدفع عدد آخر من الوزراء بحتمية اتباع نهج جديد والدخول في مفاوضات مع الفصائل تؤمن عودة المحتجزين بغض النظر عن مسألة حسم الحرب على الأرض. الانقسام داخل الحكومة عززته موجة الغضب التي اجتاحت شوارع تل أبيب بعد 100 يوم من الحرب، تظاهر خلالها الآلاف من الإسرائيليين للمطالبة بإطلاق المحتجزين لدى قطاع غزة. الصحف الإسرائيلية كشفت عن وجود أصوات داخل الحكومة تقر بالفشل في تحقيق انتصار حقيقي في الحرب. صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت إن إتمام صفقة جديدة مع الفصائل لتبادل المحتجزين والأسرى هو إقرار فعلي بالفشل في الحرب التي لم تحقق أي انتصار لصالح إسرائيل. الصحيفة أشارت إلى أن خبراء إسرائيليين أكدوا أن انتهاء الحرب على غزة بطريقة أقرب للهزيمة بات أمراً وشيكاً. 100 يوم وتزيد من الحرب على غزة لم يستطع جيش الاحتلال فك شفرة المقاومة الفلسطينية أو حتى كسب الرأي العام الداخلي باستعادة المحتجزين. فهل تقود حالة الهزيمة الداخلية في إسرائيل إلى هزيمة أكبر في الحرب على غزة؟